بحسبان رجلا مسلما تخصص في دراسة الإسلام وفهمه كما أراده الله للناس وكما بلغه لهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا انتماء لي إلى أي تيار سياسي أو توجه حزبي، ولا أتبنى أي أيديولوجية من أيديولوجيات اليمين أو اليسار أو غيرها من أيديولوجيات العصر، ولا أسعى لذلك لا اعتقادا ولا ترويجا، وإنما أنا مسلم محب للبشرية جمعاء، مهموم بقضايا السلام بكل أبعاده الدينية والاجتماعية والعالمية، أبحث عن هذا السلام وأتمناه للناس كل الناس مهما اختلفت أوطانهم وأجناسهم وقومياتهم وكيفما كانت أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم. أيها السيدات والسادة الأجلاء، ما جئتكم واعظا ولا متغنيا بينكم بالإسلام، ولكن جئت أخاطب عدالتكم في إنصاف هذا الدين الذي يستحق منكم أن تدفعوا عنه ما لحق به من ظلم وتهم يبرأ منها وينكرها أشد الإنكار، بسبب تصرفات قلة من المنتسبين إليه فهمته فهما قبيحا وقدمته للناس في صورة دين دموي يعادي الإنسانية ويدمر الحضارات. هذا الدين كما تعلمون حضراتكم دين مرتبط بالأديان السماوية برباط عضوي لا ينفصم، فنحن المسلمين نؤمن بأن كل من التوراة والإنجيل والقرآن هدى ونور للناس، وأن اللاحق منها مصدق للسابق، ولا يتم إيماننا بالقرآن ولا بمحمد إلا إذا آمنا بهذه الكتب السماوية وبموسى وعيسى وبمن قبلهم من الأنبياء والمرسلين. ونقرأ في القرآن قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس صحيحا ما يقال عن الإسلام من أنه دين قتال أو دين سيف، فلفظة السيف هذه ليست من ألفاظ القرآن ولم ترد فيه ولا مرة واحدة. ويؤمن المسلمون بأن الله أرسل محمدا رحمة للعالمين وليس رحمة للمسلمين فحسب، بل أرسله الله رحمة للإنسان والحيوان والجماد والنبات. جاء في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال محمد عن نفسه: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. ومن يفهم تعاليم هذا النبي خارج إطار الرحمة العامة والسلام العالمي فهو جاهل به وبتعاليمه ومسيء إليه. والإسلام لا يبيح قتال غير المسلم بسبب رفضه للإسلام أو لأي دين آخر، فالله كما خلق المؤمنين خلق غير المؤمنين أيضا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وما خلق الله غير المؤمنين ليأمر بعد ذلك بقتلهم واستئصالهم، فهذا عبث لا يليق بحكمة البشر فضلا عن الحكمة الإلهية. وحرية العقيدة مكفولة في القرآن بنص صريح، وذلك في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله أيضا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وجاء في الدستور الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليمن: من كره الإسلام من يهودي ونصراني فإنه لا يحول عن دينه. ولم يسجل التاريخ عن المسلمين في البلاد التي حكموها
حالة واحدة خيروا فيها أهل البلاد بين اعتناق الإسلام أو السيف، بل كانوا يقرون أهل هذه البلاد على أديانهم وعاداتهم وتقاليدهم، ولا يرون بأسا من العيش بجوارهم والاختلاط بهم والتزاوج معهم. والجهاد في الإسلام ليس منحصرا في القتال الذي هو رد العدوان، بدليل أن الجهاد الأكبر في الإسلام هو جهاد النفس والشيطان ونوازع الشر. ويدخل في مفهوم الجهاد الشرعي كل جهد يبذل من أجل تحقيق مصالح الناس، وفي مقدمتها المجهود الذي يبذل من أجل مقاومة الفقر والجهل والمرض وإغاثة المحتاج وخدمة الفقراء والبؤساء ومساعدتهم. والإسلام لا يأمر المسلمين بالجهاد المسلح ولا يحضهم عليه إلا في حالة رد العدوان والتصدي للحروب التي يشنها عليهم أعداؤهم، فهنا يجب القتال للدفاع. وهذا النوع من الجهاد تقره كل الأديان والأعراف والحضارات. وليس صحيحا بل من الخطأ الفاحش ما يقال من أن الجهاد في الإسلام هو حمل السلاح لقتال غير المسلمين وتعقبهم والقضاء عليهم. ومما يؤسف له أشد الأسف أن يروج هذا الفهم الخاطئ والتفسير المغرض لنصوص القرآن وللحديث للإساءة إلى الإسلام والمسلمين. وشريعة الإسلام شريعة مؤسسة على مبادئ العدل والمساواة والحرية وحفظ كرامة الإنسان، وقد أعلن نبي الإسلام مبدأ المساواة بين الناس في زمن لم يكن قد نضج فيه العقل البشري لأن يستوعب فحوى هذا المبدأ أو يتصوره، لأنه لم يكن يعرف مجتمعا غير مجتمع الطبقة والعبيد والسادة. ورغم ذلك أطلق محمد صلى الله عليه وسلم صرخته الخالدة: الناس سواسية كأسنان المشط. ولم تمض على وفاة النبي 10 سنوات حتى جاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ليصرخ هو الآخر في وجه أحد الولاة المسلمين وهو يعنفه قائلا: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وأعتقد أنه لديكم أيها السادة أيها السيدات والسادة هنا في أوروبا من القوانين والتشريعات كثيرا مما يتطابق وتشريعات الإسلام في هذا المجال روحا ونصا، وبخاصة تلكم التشريعات التي تحفظ للإنسان كرامته وتؤمن له حريته وتحقق له العدالة والمساواة مع غيره بغض النظر عن انتماءاته الدينية أو العرقية. وهنا أقول لأبناء ديني من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من النسيج الأوروبي الاجتماعي المتماسك، أقول لهم أن يراعوا هذه القيم العليا لمجتمعاتهم التي يعيشون على أرضها، وأن يفيدوا منها في تقديم صورة مماثلة عن الإسلام وتعاليمه السمحة الجميلة التي تحترم الآخر بغض النظر عن دينه أو ملته أو جنسه، وأن يكونوا على ذكر دائم لقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكم وددت لو أن كل مسلم يعيش في أوروبا كتب هذه الآية في لوحة جميلة ووضعها على مكتبه أو متجره أو على شاشة هاتفه النقال، وتذكر في كل حين أن البر الذي هو قمة الأدب والإحسان مع الوالدين مطلوب هو بعينه مع من يسالمنا ولا يقاتلنا، وأن القسط والعدل والوفاء هو خلق المسلم مع أخيه في الإسلام
وأخيه في الإنسانية سواء بسواء. أما المرأة فهي في شريعة الإسلام شريكة الرجل في الحقوق والواجبات، وبتعبير نبي الإسلام النساء شقائق الرجال. ولا تظنوا أيها السادة أن بعض ما تعانيه المرأة الشرقية من تهميش هو بسبب تعاليم الإسلام، فهذا زعم باطل. والصحيح أن هذه المعاناة إنما لحقتها بسبب مخالفة تعاليم الإسلام الخاصة بالمرأة، وإيثار تقاليد عتيقة وأعراف بالية لا علاقة لها بالإسلام، وتقديم هذه التقاليد على الأحكام المتعلقة بالمرأة في الشريعة الإسلامية. وقد فقد المجتمع الإسلامي كثيرا من طاقاته الخلاقة والإنتاجية حين سمحنا نحن المسلمين بتهميش دور المرأة وإقصائها عن مواقع التأثير في مجتمعاتنا الشرقية. أيها السيدات والسادة، التعددية بين الناس واختلافهم طبيعة قررها القرآن الكريم ورتب عليها قانون العلاقة الدولية في الإسلام، وهو التعارف الذي يستلزم بالضرورة مبدأ الحوار مع من نتفق ومع من نختلف معه. وهذا ما يحتاجه عالمنا المعاصر الآن للخروج من أزماته الخانقة. ومن هنا كان من الصعب على المسلم أن يتصور صب الناس والأمم والشعوب في دين واحد أو ثقافة واحدة، لأن مشيئة الله قضت أن يخلق الناس مختلفين حتى في بصمات أصابعهم. يقول القرآن: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. والمؤمن بالقرآن لا يشك في أنه ليس في إمكان قوة ولا حضارة أن تبدل مشيئة الله في اختلاف الناس. وينظر إلى النظريات التي تحلم بجمع الناس على دين واحد أو ثقافة مركزية واحدة، ينظر إليها نظرته إلى أحلام اليقظة أو العبث الذي يداعب أحلام الطفولة. ومن هنا كان من الطبيعي والمنطقي أن ينفتح الإسلام على المسيحيين وعلى اليهود انفتاحا لافتا للنظر، ويمد معهم من جسور العيش المشترك والسلام المتبادل ما يصل إلى إقرار زواج المسلم من مسيحية أو يهودية تبقى على دينها مع زوجها المسلم، ولا يجوز لزوجها المسلم أن يحول بينها وبين الذهاب إلى كنيستها أو معبدها، أو يمنعها من ممارسة شعائرها في بيت زوجها المسلم. ولعل بعض حضراتكم أيها السادة النواب المحترمون يتهامس معترضا على ما أقول، أو متسائلا مستنكرا لما سمع. إذا كان الإسلام والمسلمون بهذه الصورة الوردية المضيئة، فكيف خرجت الحركات الدينية المسلحة من عباءة الإسلام والمسلمين مثل داعش وأخواتها، تقتل وتدمر وتقطع الرقاب باسم الله وباسم الإسلام وباسم شريعته؟ ألا تهدم هذه المشاهد اللا إنسانية المرعبة كل ما قلته عن الإسلام من أنه دين السلام والأخوة الإنسانية والتراحم بين الناس؟ وإجابتي على هذا السؤال باختصار شديد هي: لو أن كل دين من الأديان السماوية حوكم بما يقترفه بعض أتباعه من جرائم القتل والإبادة لما سلم دين من الأديان من تهمة العنف والإرهاب. ذلك أن الإرهابيين الذين يمارسون جرائمهم باسم الأديان لا يمثلون هذه الأديان، بل هم في حقيقة الأمر خائنون لأمانات الأديان التي يزعمون أنهم يقاتلون من أجلها. إن الأديان إنما تفهم من تعاليمها الإلهية
ومن تطبيقات الأنبياء الذين حملوا هذه التعاليم وبلغوها للناس ودعوهم إليها. هكذا كانت رسالة سيدنا محمد، وهكذا كانت رسالة سيدنا عيسى وسيدنا موسى وكل رسالات السماء إلى البشر. ثم إن هذا الإرهاب الذي نعانيه جميعا الآن أدانه العالم الإسلامي كله شعوبا وحكومات وأزهرا وكنائس وجامعات ومفكرين ومثقفين وغيرهم، وعلينا جميعا مسلمين وغير مسلمين أن نقف الآن صفا واحدا لمجابهة التطرف والإرهاب والظلم بجميع أشكاله، وأن نبذل أقصى ما يمكن من أوجه التعاون من أجل القضاء على هذا الوباء القاتل. ثم إن الإرهاب لا يفرق بين ضحاياه ما داموا لا يعتنقون أيديولوجيته وأفكاره المتطرفة. وإذا كان البعض لا يزال يعتقد أن الإسلام يبرر جرائم الإرهاب، فعلى هذا البعض أن يتذكر أن المسلمين هم من يدفعون ثمن هذا الإرهاب من دمائهم وأشلاء أجسادهم ونسائهم وأطفالهم أضعاف أضعاف ما يدفعه غير المسلمين من ضحايا هذا الوباء. فكيف يصح في الأذهان أن ينسب المسلمون إلى هؤلاء القتلة الذين يبرأ منهم الإسلام والمسلمون أنفسهم؟ ولعلكم تتفقون معي في أنه لا مفر للشرق والغرب حيال هذا الإرهاب العابر للقارات من انفتاح حقيقي متبادل بين الأديان والمؤمنين بها، بل لا مفر من صنع السلام أولا بين رجال الأديان وعلمائها. وأنا ممن يؤمنون بقوة بالشعار الذي أطلقه منذ وقت قريب اللاهوت المعاصر هانز كونغ، وأعلن فيه أنه لا يمكن أن يكون ثم سلام بين الشعوب ما دام لا يكون ثم سلام بين الأديان. وهو نفس الشعار الذي أطلقه شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي في لندن عام 1936 عندما نادى بالزمالة العالمية والفهم الصحيح المتبادل بين حضارة الغرب وحضارة المسلمين. واسمحوا لي أيها السيدات والسادة أن أقول إنني حين أتحدث عن مجتمعاتكم بشيء من الإعجاب بسياساتكم التي تقوم على المساواة والديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان، يسألني البعض مستنكرا إذا صح ما تقول فيما بين الشعوب الأوروبية، فإننا لا نرى شيئا من ذلك في كثير من مواقف الغرب حيال البلاد الإسلامية. فالكثيرون في الشرق العربي والإسلامي لا يعرفون من الغرب إلا سياسة الكيل بمكيالين هكذا يقولون، وسياسة المصالح الخاصة التي لا تراعي مصالح الشعوب، ويضربون من الأمثلة على ذلك ما حدث في العراق وليبيا وغيرهما. ورسالتي إليكم أو رجائي الكبير فيكم هو أن تعملوا باهتمام على تغيير هذه النظرة القاتمة المتشائمة، ولعلنا نبدأ معا صفحة جديدة نعمل فيها على ترسيخ السلام العالمي وإخماد نيران الحروب ووقف شلالات الدماء والفرار من الأوطان، وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا يضمن السلام والاستقرار في المنطقة. فهذه يدي ممدودة إليكم للعمل سويا من أجل هذه الأهداف النبيلة الإنسانية. فهل من مجيب؟ السيدات والسادة، إن الديمقراطية التي نتطلع لأن ترفرف أعلامها عالية خفاقة في بلادنا العربية والإسلامية لا يمكن أن تتحقق بالحروب وصراع الحضارات والفوضى الخلاقة
وأنهار الدماء وقعقعة السلاح، بل بالتبادل الحضاري بيننا وبينكم، والحوار المتكافئ غير المستبد، وبرامج تبادل التعليم والصناعة والتكنولوجيا. ومع أن الأزهر دائم الاهتمام بتجديد خطابه ومناهجه التعليمية، إلا أنه ضاعف من هذه المهمة في السنوات الأخيرة، ويضيق الوقت عن سرد الخطة الشاملة للتجديد والتطوير. ويكفي أن تعلموا أن علماء الأزهر يتصدون الآن في كل مكان للأفكار المغلوطة التي تحرف الدين وتستغله في الدعوة إلى الفتنة العمياء التي تستحل الدماء وتدمر الأوطان، وذلك من خلال وسائل عدة، منها القوافل التي تجوب العالم للدعوة إلى السلام العالمي وتحصن عقول الشباب من التردي في بؤر الإرهاب، وكذلك من خلال مرصد الأزهر الإلكتروني الذي يعمل بلغات عدة، ونتوقع له انتشارا عالميا في المستقبل القريب. وقد عقد الأزهر مؤتمرا في ديسمبر من عام 2014 دعا إليه علماء المسلمين من الشيعة والسنة ورؤساء الكنائس الشرقية وبعض الكنائس الغربية وممثل الإزيديين من العراق، وانتهى في بيانه الجماعي إلى إدانة كل الفرق والجماعات المسلحة والميليشيات التي تنتهج العنف والإرهاب وتروع الآمنين، وأن المسيحيين والمسلمين في الشرق إخوة عاشوا معا على مدى قرون عديدة، والجميع عازم على مواصلة العيش في دولة وطنية تحقق المساواة وتحترم الحريات، وأن التعرض للمسيحيين وغيرهم باسم الدين هو خروج عن تعاليم الإسلام، وأن التهجير القسري جريمة مستنكرة نجمع على إدانتها. وقد ناشد الأزهر المسيحيين أن يتجذروا في أوطانهم حتى تزول موجة الإرهاب الذي نعاني منه جميعا. واليوم يدين الأزهر جميع الأعمال الوحشية التي يقترفها دعاة الإرهاب، والتي كانت جمهورية كوت ديفوار آخر مسارحها الكريهة. ولا يفوتني هنا أن أعزي الشعب الألماني في ضحيتهم في هذا الحادث المؤسف. السيدات والسادة، يعيش في أوروبا اليوم ما يقرب من 20 مليون مسلم، معظمهم ولدوا في أوروبا وأصبح أوروبيا، وأقول يجب أن يتمتع هؤلاء جميعا بالمساواة بينهم وبين المواطنين من أصول أوروبية، وألا تتركوهم يشعرون بأنهم مهاجرون يعيشون على هامش المجتمع ويفتقدون ولاءهم لمجتمعهم الذي ينتمون إليه. فالولاء للأوطان هو المناعة القوية التي تقف ضد الانزلاق إلى التطرف والعنف. هذا وإن شعوب الشرق العربي والإسلامي لتنظر إلى أوروبا باعتبارها الشريك الأقرب في حضارة البحر المتوسط، ومن ثم فإن شعوبنا تعول عليكم كثيرا في نهضتها التنموية والعلمية، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون المثمر وباحترام إرادة الشعوب في اختيار مصائرها ورسم مستقبلها. ومرة أخرى أكرر ما قلته آنفا من أن الأزهر إنما جاء ليمد يده إليكم وإلى الاتحاد الأوروبي من خلالكم من أجل ترسيخ علاقات الإخاء الإنساني والسلام العالمي بين الشرق والغرب بصفة عامة، وبين الأزهر والمواطنين المسلمين في أوروبا، الذين أتوجه إليهم في ختام كلمتي أمام هذا البرلمان العريق بأن يمثلوا النموذج الإنساني الراقي للدين الإسلامي ولنبيهم الذي بعث رحمة للعالمين جميعا وليس للمسلمين وحدهم. والأزهر مستعد لتقديم المناهج التي تعصمكم من الاستقطابات المنحرفة وتعينكم على تمثيل دينكم الإسلامي بحسبانه دينا
صالحا للتعايش في كل زمان ومكان. وتذكروا أن دينكم هذا كانت له في قلب أوروبا إضاءات إنسانية وحضارية لا يزال صداها يتردد في أروقة الجامعات الأوروبية حتى يوم الناس هذا. وحسبنا ما شهد به الأديب الألماني العالمي جوتا ومن قبله الأديب والناقد المسرحي ليسينغ للإسلام وحضارة المسلمين. لقد أطلت عليكم وعذري أنني جئت إليكم وفي قلبي أمل يتردد مثله في قلوب 1.7 مليار مسلم في العالم في التعايش السلمي والحوار الحضاري بين الشرق والغرب عبر هذا البرلمان العريق الذي يمثل شعبا يقدر الحرية والديمقراطية تقديرا حقيقيا. جعلنا نحتفظ لألمانيا في قلوبنا بشعور خاص وثقة نعتز بها ونعول عليها في علاقات متميزة في المستقبل إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام تفضل. شكرا للسادة الذين قدموا هذه الأسئلة. وأنا وضعت هذه الأسئلة على شكل رؤوس موضوعات سريعة. تحصل لدي تقريبا 5 موضوعات. الموضوع الأول سؤال عن الإسلام والتنوير، يعني هل الإسلام سيتطور كما تطورت المسيحية أو لا. أنا طبعا لا أتحدث عن المسيحية ولكن أتحدث عن الإسلام، ولأقول إن الإسلام ما جاء بأحكام، هذه الأحكام كلها قاطعة بحيث أنها تصطدم بعد أن يتطور الزمن عقدا أو عقدين أو 100 سنة أو 200 سنة بعد النبي، فيمكن أن تتعرض هذه الأحكام إلى حالة من الصراع بين الواقع وبين هذه الأحكام. علينا أن نعلم أن الإسلام فيه نوعان من الأحكام، هناك أحكام حاسمة قاطعة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذه الأحكام معظمها في العبادات، يعني مثلا الصلاة والصيام والحج إلى آخره. مثل هذه العبادات يقوم بها الإنسان المسلم في العصر النبوي في عصر محمد صلى الله عليه وسلم أو الآن أو حتى في عصر الإنسان اللي هو يسكن في المريخ، لا تتغير ولا تتبدل لأنها لا تصطدم بمصممة على أساس أنها ممكن فعلها في أي وقت وفي أي مكان. لكن هناك أحكام أخرى تتعلق بالحالات الاجتماعية بالمجتمع، مثلا أنماط الزي، أنماط الأكل، أنماط الشرب، النظام الاقتصادي، الأنظمة السياسية إذا كانت مثلا برلمانات أو إلى آخره. مثل هذه الأحكام الإسلام أو القرآن تركها مفتوحة للمسلمين يجتهدون في أن يوفقوا بين الغايات والأهداف للدين وبين الواقع المتطور. ولذلك المجتمع المسلم يعيش مع أي نظام حكم متطور ما دام يحقق للناس المساواة ويحقق لهم العدل. إذن الإسلام ليس في حاجة إلى أن أقول هنا قف وعليك أن تتنور لتكون فوق الإسلام. فوق الإسلام هو قائم على التجدد المستمر والدائم في
تطويع أحكامه للواقع. وقد تعجبون لو قلت لكم أن عندنا حديث من محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يبعث على رأس كل 100 عام، يعني كل 100 عام أن الله يبعث لهذه الأمة اللي هي أمة الإسلام من يجدد لها دينها، أو من يجدد لها أمر دينها. إذن التجديد هو الوجه الآخر، هو والإسلام يعني وجهان لعملة واحدة إن أمكن. وبالتالي لسنا في حاجة إلى يعني أن نقول ها هنا الزمن لا يتفق مع العبادات وسوف تشكل العبادات عبئا وكذا وكذا، هذا غير موجود. لكن الأمور الأخرى أيضا على استعداد لأن نتغير ونتطور ونتجاوز ما يتجاوزه الزمن. وطبعا وإلا كيف تفسرون حضراتكم أن الإسلام عاش في الشرق 1200 سنة قبل أن تدخل القوانين الأوروبية على مع الحملة الفرنسية في مصر؟ وقبل الحملة الفرنسية ما كانش في مجتمعات في وحضارات شرقية إسلامية موجودة ودول واقتصاد وكانت موجودة. كيف كانت تدار؟ كانت تدار بهذه الأحكام الشرعية المتطورة. طبعا لا أقول يعني كيف أديرت المجتمعات الإسلامية في الأندلس مثلا. فنريد أن نخلص إلى أن الإسلام مركب من شيئين: أمر ثابت، هذا الأمر الثابت ممكن فعله في أي وقت وفي أي مكان وفي أي حضارة، وشيء فعلا ممكن يأتي زمن يصبح صعبا أداؤه. يأمرنا الإسلام بأن نفكر ونجتهد، وهنا دور المجتهدين ودور العلماء. حرية العقيدة، أنا طبعا يعني متوقع هذا السؤال. أولا القرآن الكريم لا توجد فيه عقوبة معينة للذي يترك يعني الإسلام بعد أن يدخله، لكن وجدنا بعض الأحاديث التي تشير إلى أن الذي يدخل في الإسلام ثم يخرج منه منشقا عليه وخطرا على المجتمع، هذا هو الذي يعاقب، بدليل أن كثيرين من المسلمين ارتدوا ولم يقترب منهم أحد. حضراتكم عندنا في مصر قنوات تسهر للصباح تعرض الإلحاد من شباب مسلم وشباب من البلد، ويفتخر بأن عدد الملحدين أصبح كذا وأصبح كذا، ونحن ندعو إلى الإلحاد وندعو، لا أحد يقول لهم أين أنتم. فلو كان هذا الكلام يعني مطبق في الواقع فعلا أو أنه موجود، ما يعني ما كان الحرية الدينية تصل إلى هذا الحد. وكفى ما سمعناه من القرآن الكريم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين. ونحن حدث عندنا في الفترات الأخيرة ارتداد عن الدين الإسلامي إلى المسيحي وإلى غير المسيحي، ومع ذلك يعني الأمور لم تكن بهذه الصورة. وإلا قولوا لنا أين هذه المشانخ التي تعلق في الميادين لمن يرتد عن الإسلام ويعدم أو يحدث له هذا؟ أين يوجد هذا الكلام؟ الإسلام في أوروبا كما تفضل السيد وقال أن الإسلام اللي حدثنا عنه يعني نحن لا نراه في أوروبا، وهناك مسلمون عديدون يطبقون العكس. وأنا يعني أنبت عنكم في هذا السؤال وتساءلت فعلا، إذا كان الإسلام هكذا فكيف يعني نفهم الإسلام مع وجود طبقة معينة من المسلمين ترتكب هذه الجرائم؟ كما قلت لكم هذا موجود في كل دين. أنا المقياس عندي أين هو الإسلام وأعرف المسلمين من خلاله. أما هذا الذي يحدث فطبعا له أسباب يعني خارجة عن الدين، وإلا كل دين ممكن أن يحاسب هذه المحاسبة. لأن احنا برضو يعني رأينا أن بعض الأديان
عانى منها الناس وعانى من تطبيقها وتحت ومن رجال الدين وتحت لافتات دينية. فنفس الشيء ممكن أن نقول كيف أفهم هذا الدين وهؤلاء رجال الدين يقتلون الناس أو يقيمون الحروب أو يمولون الحروب. فنعم هناك آخرون يفسرون الإسلام بشكل مختلف، ولكن العلماء دائما يصححون هذه الأفكار وينبهون على أنها أفكار غير صحيحة. لا أريد أن أتوسع هنا وأقول أن دائما حينما يحدث هذا الانحراف فابحثوا عن توظيف الدين في أمور أخرى غير الدين، يراد توظيف الدين لمكاسب خاصة. هنا يحصل التفسير الخاطئ للنصوص، هنا يحصل الخروج عن روح الدين، هنا تحصل المتاجرة بالدين في سوق السياسات، وهذه هي المشكلة. وليست المشكلة في الدين ولا في رجال الدين الحقيقيين. هناك رجال دين انحرفوا في الإسلام وفي غير الإسلام، ولكن الدين لا يحاكم بهذا الكلام. سئلنا أيضا عن الآية وقت المشركين حيث وجدتموهم. هذا النص مقتضب أو مأخوذ أو مبتور من الآية السابقة على هذه الآية. ونضرب مثلا دائما، احنا عندنا آية تقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فممكن أي واحد يجي يقول لي والله القرآن عندكم بيقول فويل للمصلين والصلاة عندكم تودي جهنم، ممكن هذا منطق. هذه الآية تبدأ بالآتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذه الآية واضح أن أنا القرآن كما قلت لا يأمرني بالقتال إلا إذا كنت أقاتل من يقاتلني، فالآية تبدأ هكذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وأرجو أن تسمعوا للكلمة التي بعدها ولا تعتدوا. قالوا الاعتداء أنه لو أوقف القتال يجب أن توقف القتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هنا عندي واقتلوهم، الضمير يعود على الذين قاتلوني. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، واقتلوهم أي واقتلوا الذين يقاتلونكم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. إذن الآية واردة في نوعية معينة من المشركين الذين يقاتلون المسلمين ويقتلونهم ويتعقبونهم. والدليل على ذلك لو نظرتم إلى الحروب التي دارت بين المسلمين وبين المشركين حين نزل هذا القرآن وحين نزلت هذه الآيات، تجدون أن الحروب كلها كانت في المدينة حيث محمد وحيث المسلمون، ولم تكن الحروب في مكة. يعني لم يذهب النبي بجيش يأخذه ليقاتل المشركين والكفار في مكة، وإنما كان هؤلاء هم الذين يذهبون ويمشون حوالي 50 كيلو، الآن 50 كيلو، ليقاتل المسلمين في المدينة أو حول المدينة. كان يجب هنا القتال كدفاع، ولذلك عندنا نحن القتال للدفاع وللعدوان وليس للكفر. ولو أن أهل مكة والكفار لم يتعرضوا للمسلمين ما قاتلهم المسلمون. بدليل آخر أن الحبشة وهي ليست مسلمة وهي يعني مسيحية، كان النبي يقول اتركوا الحبشة ما تركوكم. واعلموا أيها السادة أن المسلمين في بداية أمرهم في مكة كانوا ضعفاء ومستضعفين، وكان الوثنيون يعذبونهم، ولجأوا إلى محمد فقال لهم اذهبوا إلى الحبشة لإثيوبيا فإن بها ملكا لا يظلم أحد في جواره، وأرسل بهؤلاء الضعفاء إلى دولة مسيحية وإلى بلد وإلى ملك مسيحي. وكانت هذه الهجرة حدثت مرتين، والمرة الثانية كانت فيها بنت محمد مع زوجها، ومع ذلك فعلا حماهم
هذا الملك المسيحي حمى المسلمين. وقلت هذا الكلام اليوم ونحن نعتقد بأن المسيحية كانت حاضنة للإسلام، الحاضنة الأولى للإسلام، لأن لولا الحبشة ولولا هؤلاء يعني الذين حماهم الملك المسيحي ربما كان قضي على هذا الدين في مهده. إذن الإسلام لا يقاتل إلا من يقاتله، وأعتقد أننا جميعا كل عرف وكل حضارة وكل قانون يقول يجب على من يقاتل أن يقاتل. وطبعا احنا سمعنا من السيد المسيح عليه السلام يعني أحاديث أحبوا أعداءكم وكذا، لكن يعني هذا كان في وقت معين، لكن الآن عدوي لو قاتلني أقاتله إلا إذا كان لكم رأي آخر. طيب، هناك خطابات مختلفة للأم. أنا لم أفهم السؤال الأخير من صديقنا الذي قال أن يعني، لكن فهمت في الآخر لماذا مصر أو لماذا العالم العربي لم يستقبل من المهاجرين مثل ما استقبلت تركيا. نعم، نحن في مصر استقبلنا مهاجرين من سوريا وكثيرين جدا، يعني لا أذكر العدد بالضبط، ولكن سعادة السفير ممكن يذكرني. 500,000، ونصف مليون بالنسبة للمهاجر بالنسبة لمصر هذا شيء ليس بالقليل. وأنا شخصيا في جامعة الأزهر عندنا تعاليم أو عندنا تعليمات بأن يوسر لهم قدر الإمكان في الدراسة، ولا نعاملهم بنفس المعاملة التي نعامل بها الطلاب المصريين من كذا وكذا ونحتضنهم. نعم، والأردن ولبنان 2,000,000، فأعتقد أن هذا هو الرقم الصحيح. أوكي. نعم، ولا كثيرين طبعا، فهذه وعشان كده لازم نتعاون علشان الناس تظل في بلادها، عشان الأطفال يقعدوا مع أبائهم وأمهاتهم في بيوتهم، لأن الأطفال دول آدميين ويستحقوا الحياة في بيوتهم ومع أمهاتهم كما تستحق أطفال الدنيا كلها هذه الحياة. شكرا لكم. Eminenz, darf ich zur Gewaltfrage eine knappe Nachfrage stellen, jenseits der Historie, die Sie gerade erläutert haben? وكما شرحت فيما يتعلق بالسياق التاريخي، هل هناك مواقف من الممكن أن يقول المسلم أن يستند على الإسلام عندما يقتل شخصا آخر، سواء إنسانا مسلما أم غير مسلم أو كافرا؟ الرئيس، المسلمون دخلوا الأندلس واستقبلتهم الدول في 80 سنة كان الإسلام منتشرا من الأندلس إلى الصين. طبعا الكلام هنا كثير لأن المؤرخين وحتى المؤرخين الأوروبيين لا يزالون في حيرة من أن ينتشر دين بهذه السرعة العجيبة في هذه المساحة الكبيرة. على كل حال هذا موضوع آخر، ولكن نحن نتعلم من القرآن أو يأمرنا القرآن بأننا إذا يعني أن المسلمين إذا تغلبوا على بلد فلا يقتلوا الناس، وإنما يقولون لهم الآتي: إذا دخلتم في الإسلام فأهلا وسهلا، وإذا بقيتم على أديانكم المسيحية أو اليهودية أو غيرها فأهلا وسهلا أيضا، مقابل ضريبة بسيطة جدا في مقابل أن نحن نقوم بالدفاع عنكم وأنتم لا تشتركون في هذا الدفاع، مقابل أن الدولة تحميهم وتؤمن لهم الحياة. إذا رفضوا هذا ورفضوا هذا وبدأوا يقاتلوا المسلمين، هنا يقاتل المسلمون. ولذلك أنا قلت أروني بلدا واحدا أو حالة واحدة في التاريخ دخل المسلمون وقالوا لأهل البلد:
إما أن تدخلوا في الإسلام وإما أن نعمل فيكم السيف. هذا لم يحدث أبدا، وأنا رجل دارس للتاريخ ودارس لهذا الموضوع بالذات، لأن الإسلام يمنعنا. طيب ما هو الإسلام كيف يأمرني بأن أقتل غير المسلم وهو يقرر أن الله خلق المسلمين وخلق المسيحيين وأن الله خلق الناس مختلفين وأنهم سيظلون مختلفين إلى آخر الزمن؟ إذن الاختلاف هو فلسفة سياسة الحكم، الاختلاف فلسفة سياسة الحكم ولو أن مثلا لو أن المسلمين يأمرهم دينهم أن يقاتلوا غير المسلمين، أنا أعتقد في بلادنا الشرقية ما بقي غير مسلم واحد على وجه الأرض في بلادنا، إنما لا تزال المسلمين والمسيحيين يعيشون إخوة. وأرجو أن يعني يؤكد علي أبونا دميان طبعا في هذا، نعيش يعني ما فيش عندنا لو هذا ما نتساءل عنه، لو أن المسلم معبأ دينيا ومؤهل لأن يقتل غير المسلم، ده ما بقي لا مسلم ولا قبطي في مصر مثلا. ولكن لهذا لا يحدث على الإطلاق. المؤمن دم غير المسلم معصوم شرعا، محرم شرعا في الإسلام. وكيف يقول من النبي من آذى ذميا يعني مسيحيا أو يهوديا، آذى مش قتل، كنت خصمه يوم القيامة ثم يبيح له قتله، كيف يبيح لها الإسلام أن أتزوج بمسيحية وتبقى على دينها وتجلس معي في بيتي ونجلس في بيت واحد وتحت غطاء واحد؟ ها هنا دينان يمتزجان تحت غطاء واحد والإسلام لا يرى فيه مانعا، كيف يبيح لي كل هذا ثم يقول لي أقتل هذه الزوجة؟